وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه أدلة السترة، والذين استدلوا بعدم وجوبها استدلوا بالحديث الآتي الذي بوب عليه الإمام البخاري باب سترة الإمام سترة لمن خلفه، فبوب البخاري رحمه الله على حديث ابن عباس الآتي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى سترة بما يبينه الحديث الذي بعده، وأن ابن عباس أتى ومر في الرواية الأخرى وفي الحديث الآخر بين الصفوف وكان راكبا على حمار عتان، ما يدل أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. ذكر السند نختصره، قال ابن عباس رضي الله عنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ نهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الناس بمنى إلى غير جدار. وهل من السترة فقط الجدار؟ ما هو كان النبي صلى الله عليه وسلم تركز له العنزة كما قال الإمام كما أشار الإمام البخاري هنا إلى غير الجدار، بل صلى إلى الرحل مؤخرة الرحل كما قال عليه الصلاة والسلام يقطع صلاة المرء إذا مر بين يديه الحمار والمرأة والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل، يقي ذلك معناه أنه يقيك من قطع صلاتك أن تجعل سترة أمامه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وفي حديث أبي ذر يقطع صلاة المرء ما لم يكن بين يديه المعنى مثل مؤخرة الرحل، وذكر الحديث وماذا والأمر بالشيء أمر بما يدل عليه أو بما يتضمنه، فقد قال لا ينفق الجمهور العلماء والأمر بالشيء والأمر بالشيء ماذا والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم، كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء وكل شيء للصلاة يفرض، فالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، والأمر بغرز السترة واتخاذ السترة وأنها تقي الإنسان من قطع صلاته أمر بالسترة. وفي حديث ابن عمر الآتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعنزة فغرزت له كان يصطحبها ويخرجها للعيد وأمر بها أن تغرز، فسنقرأه إن شاء الله بنصه. ومررت بين يدي الصف بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. وأنت ترى باب سترة الإمام سترة لمن خلفه، ولما ذكر هذا الحديث أعقبه الإمام البخاري بما يبينه بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه. وسبق الكلام على هذا الحديث أن الأمر بغرز الحربة أمر باتخاذ السترة أمر بذلك، والأمر بالشيء المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم. فإذا كان الصلاة ستبطل أو تنقص أن تنقص ولو مجرد نقص بمرور ذلك بين يديك ما لم يكن معك سترة، ألا يكون واجبا أن يتخذ الإنسان سترة يقي صلاته النقصان أو البطلان على قول بعض أهل العلم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى إلى خميصة ألهت عن صلاته قال اذهبوا بخميصة هذا أو ماذا في صلى في خميصة أو إلى خميصة وأتون بإنبجانية أبي جام فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. نعم ما يبالي هؤلاء، وقد جاءت أحاديث بالأمر بها مثل حديث عبد الملك بن سبرة بن معبد عن الربيع عبد الملك بن الربيع بن سبرة بن معبد عن أبيها عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليتخذ سترة أو قال فليصلي إلى سترة. وعبد الملك صالح في الشواهد وقد استشهد صالح حديثه في الشواهد وقد استشهد بحديث الإمام البخاري في كتاب النكاح فيما يتعلق بالمتعة، فهو حديث صالح في الشواهد، وله شاهد من حديث أبي هريرة ومن حديث سهل بن سعد ومن حديث أبي سعيد ومن حديث عائشة، وجملة أحاديث تدل على وجوب السترة أمرا بها أمرا بها. ومن قال إن حديث السترة لم يصح يرد عليه أولا بحديث ابن عمر هذا الذي فيه أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. وهذا هو منهج السلف وطريقة السلف، فإن ابن أنس بن مالك قال كان المؤذن إذا أذن للصلاة وقال بلا إذا أذن الصلاة ابتدروا السواري يبتدرونها يصلون إليها. وعمر بن الخطاب
يقول كما في هذا الأثر عندنا الآن، قولوا ماذا؟ المصلون أحق بالسواري. لقد رأيت ركب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب، هكذا ابن عباس أيضا يقول، وعمر بن الخطاب وابن عمر وابن مسعود وغير هؤلاء كلهم كانوا في غاية الحرص على الصلاة إلى السواري. ورأى عمر بن الخطاب من يصلي إلى غير السارية فأخذه وقال صلي إلى الإسطوانة. هذا هو كتاب ماذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتخاذ السترة سفرا وحذرا مداومة عليها مع تلك الأحاديث التي إن لم يصح بعضها صح مجموعها، إن لم تصح ببعضها صحت مجموعها. فهذه الأحاديث تدل على وجوب السترة. ومن لم يقل، من قال بحديث ابن عباس في هذا يعني إلى غير جدار وفهم منه ما لم يفهمه البخاري رحمه الله أنه صلى بغير سترة، ابن خزيمة يقول لم يصح حديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يثبت صلى إلى غير سترة، ما صح أي حديث أبدا. وهات لي حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة، وإنما غاية ما فيها أحاديث ضعيفة لا تقوى لمعارضة ما في الصحيحين وغيرهما مثل هذه الأحاديث. وأقل ما في الأمر ما نقل عليه ابن قدامة عدم الخلاف بأن السترة مستحبة وأنها سنة،